طب الذهب اخباره ايه؟ عشان الناس اللي ما كانش عاجبها ان الدولار ينهار. لا، هو الدولار ينهار وسعر الذهب يهوي، فتراجع سعر جرام العيار 21 تقريبا حوالي 200 جنيه في ليله. عارف انت المقوله بتاعت الليله يا عمده؟ هي دي الليله. اصبح بكام؟ تقريبا بحوالي 3000، هو اقل من 3000 سنه. تاني 3000. انا اتذكر دكتور ناجي فرج قال يا جماعه، الكلام ده كنا من حوالي اسبوعين ولا 10 ايام، قال لنا يا جماعه مفيش داعي لشراء الذهب دلوقتي، الذهب في مرحله بيتوازن فيها السعر، اصبروا شويه علشان ما تخسروش. طيب معانا مره تانية دكتور ناجي فرج، منورنا ومشرفنا مستشار وزير التمويل لصناعه الذهب. اهلا بيك يا دكتور ناجي. منور الدنيا يا استاذ. ازاي حضرتك؟ حضرتك وميرسي على المغني الجميل. لا والله ده حقيقي يعني، وحضرتك سبق فعلا وقلت كده، قلت يا جماعه لو سمحتوا استنوا. لا انا قلت فعلا، وقلت ان الاسعار دي ما حدش يشتري بيها 4200 و4250، وقلت دي اسعار غير حقيقيه، دي نتيجه تدافع وتزاحم على شراء كميات كبيره في وقت قصير. وحضرتك لا، النهارده وصل 2850 والسوق قافل 2900، يعني مش تحت ال 3000. وكده يبقى الذهب نزل حوالي 1100 جنيه عن 4100، وعن يوم السبت الماضي انخفض 650 جنيه. هل مسلسل هبوط السعر ده هيستمر كمان تاني شويه يا دكتور ناجي؟ هو حاليا هو ما بقاش بعيد عن السعر العالمي، لكن لو وبعدين في ميزه في تراجع الذهب انه دايما مرتبط ومقترن بتراجع الدولار. يعني الذهب لما باسعار بتتراجع بيتراجع الدولار، والدولار حاليا تحت ال 50 يعني، ومنتظر باذن الله انه في طريقه يبقى ب 40 جنيه، وهنا الذهب ممكن معانا 100 جنيه او 200 جنيه تاني تراجع. لا استنى يا دكتور، استنى يا دكتور، قلت لي الدولار دلوقتي تحت مستوى ال 50 ومتوقع يصل لل 40؟ طبعا باذن الله، على الوضع اقتصاديا، على الوضع الحالي، نظره موضوعيه باذن الله للصفقه الناجحه اللي حضرتك بتتكلم عليها، واللي ده ادخلت البنك المركزي ما يحتاجه من الدولارات، فهيحصل باذن الله توريد لكافه المصانع بمدخلات الانتاج ومواد الانتاج اللي كانت معطلاها. حضرتك عارف ان مصانع كتير كانت شغاله بطاقه 25%، والمصانع باذن الله ما تشتغل بطاقه 100% وتقدر تصدر بتجيب دولار تاني، لان زي ما انت عارف حضرتك ماني بيجز ماني، طبعا بتجيب فلوس، والشغل يعني ما التصدير بالذات التصديري بيعود بالدولار مره تانية للاقتصاد القومي. هايل جدا جدا جدا. اذا ننتظر شويه على سعر الذهب كمان؟ يعني اسبوع هتكون الدنيا يعني اتضحت تماما، وباذن الله زي ما قلت لحضرتك يعني ده مش بعيد خالص، بالعكس زي ما انا قلت لحضرتك وهو ب 3800، وقلت لك حضرتك احنا 2800 2000، وفي ناس ما كانتش مصدقه الكلام ده، والحمد لله يعني كل الكلام ده اتحقق. وزي ما بقول لحضرتك هي بشرة خير جيدة جدا للاقتصاد القومي والاقتصاد المصري، وبإذن الله يعني كثير من الأزمات تجد طريقها للحل. ألف 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 شكرا دكتور على المداخلة، وشكرا أيضا على هذا التفاؤل الواقعي جدا من الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب.